السلام عليكم المشاهدين، كي دايرين؟ لاباس عليكم. كيف ما شفنا زقزوق خرج كيعتذر الانتصار، وقال لها بانه غلط في حقها وبانه باغي يمشي ويبوس الراس ديال حفص ديال الانتصار، لانه قال هذيك الهضره في حقها وقال جاوب على القنوات اللي دافعوا عليه، وهو ماشي شكرهم، بالعكس هو قال لهم ما تدافعوش عليا وسيروا دخلوا السوق راسكم، وانايا غلط في الانس السيده وغادي نمشي عندها. كيف ما شفنا القنوات وكل شيء حتى يقولوا بان زقزوق جرات عليه انتصار، بلا زقزوق فقسات انتصار، كل واحد اش تيقول الشماليه دارت ليه الشماليه دارت ليه. قال هو ما تدخلوش بيني وبينها وما تدافعوش عليا، ماشي سوقكم، انا غلطت فيها ساعه غضب، والغضب كيوقع، ولكن انا درت غلط ملي خرجت وقلت هذاك الشيء في اليوتيوب، وعطيتكم فرصه باش تخرجوا وتدخلوا دخلوا زعما في حياتي، وتولي تقولوا حنايا غندافعوا عليك. قال ما تدافعوا عليا، حتى شي واحد ما يدافع عليا على اصحاب القنوات. وبالنسبه انتصار قال هو مستعد باش يمشي ويعتذر ليها ويطلب منها السماحه، ويلا غلط في حقها قال انا ما غلطتش في حقها، حيت انايا قلت غير داك الشيء اللي كاين، بان داك الشيء كانت زعما مسيطره على الوضع بزاف، وهو ما عجبوش الحال، وقال مع ذلك الا غلطت فيها غادي نمشي وغنصور معها واحد الفيديو وغنبوس ليها على راسها، والا ما قبلاتش مني الاعتذار تقدر تخرج واحد الفيديو وتعايرني كيف ما بغات وتضرب فيا كيف ما بغات، ما عندي حتى شي مشكل، انا مستعد بكل روح رياضيه، ولكن كنقولوا ليه هذا الشيء ما كانش عليك حتى الان عاد تخرج تقوله، كان عليك هذا الشيء تقوله بينك وبين نفسك، تقوله بالاصدقاء ديالك، تقولوا بالناس اللي خرجتي وضربتي فيهم، ما تقولوش لينا حنا كمتابعين. الحقيقه قال لك متابعين كيهضروا معاك كيردوا ليه عقله وكيقولوا ليه هادشي عيب، هادشي خايب اللي درتي، هادشي اللي رديتي ليهم، هما زعما وقفوا معاك وترديتي ليهم هادشي بالخايب. قال ندمت على داكشي اللي درت، وخرج كيقدم الاعتذار الانتصار بهالطريقه هذه. كما حنا بشر كاملين والدم كيسخن وكنغضبوا وكنديروا شي تصرفات خلى داك ما كنشعروش بروسنا حتى كنلقاو درناها، ولكن كما تنقولوا ان الله غفور رحيم، خير الخطائين هما التوابين. مني تاب وطلب من السيده الاعتذار، مني زعما كان كيقول ليها شماليه تتقول ليا هايده تتقول ليا هايده، وقال شي كلمات زلت لسان حتى هما باش عيرها. هي بانت لينا القلب الابيض غادي تسامح معاه، حيت كيف ما كان الحال بنادم كيغلط في بعضياته. تقدر هي داك الكلام اللي قالت ديال ما تصورش وما تديش دقيقيه ما قصدتش فيه، ما كانت زعما قالت غادي الموضوع يكبر، قالت زعما عادي الا قلت هاد الشيء راه عادي، ولكن للاسف هو بان ليه داك الشيء نقصت منه بان داك الشيء ماشي مزيان ليه بالنسبه ليه. هاد الشيء هو اللي قال زقزوق في الفيديو ديالو، وجه رساله صحاب القنوات اللي دافعوا عليه، قال ما تدافعوش عليا، وانا ديك السيده غلطت فيها وكنطلب من الناس السماحه، واخا قلت هذوك الكلمات عليها كنطلب من الناس السماحه. وبالنسبه لهداك الشيء ديال البارطاج وبين قناتي وهداك الشيء، واحد راه كل واحد خلى داك عدو رزقه، وهو يا راه بان مع حسن، بان مع محبوبه، تجبد في موضوع محبوبه، كون بغى الناس يدخلوا عنده راه غيدخلوا عنده. بالنسبه لهداك الشيء راه دعم، هذاك الشيء اللي وقفه اللي وقفوا وهذاك الشيء اللي وقع العياده، داك راه دعم اكثر من الدعم، اش بغى اكثر؟ كاين اللي حتى واحد ما كيهضر عليه ومسكين عنده غير 20 مشترك ولا داك، وجالس حمد الله وشاف واحد ديما تكون عنده القناعه في القلب وما يبقاش ينظر غير لغيره والرزق اللي عند غيره، راه ربي خلى داك فوق الجميع ويقدر حتى هو يعطيك ما عطى لهذوك. والى اللقاء في فيديو اخر.